خمس اهداف. طويله الكوره مكمل يوسف الرواج ده والخطا الدفاع وادي العرضيه جول جول حلوه حلوه من الليبي اكرم الزوي. الكوره متعودين عليها بالكربون بالكربون بتتسجل الكره طوليه لكن يوسف الرواج ده اخيرا ما وقعش في التسلل لعب العرضيه لاكرم الزوي صاحب هدفين في اخر لقاءات لقاء التتويج وبيسجل النهارده هدف اول لنادي الفيصلي هدف تقليص الفارق الاول لنادي الفيصلي الاردني يحرزه اللاعب اكرم الزوي.